مشاهدينا الكرام، تابعنا جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء بافتتاح جامعة الملك سلمان، الجامعة التكنولوجية الدولية، إلى جانب أيضا افتتاح على أرض الواقع. النهارده التجمعات اللي بيفتحها السيد الرئيس كتجمعات بدوية وتجمعات الصيادين والمطارات اللي بتفتتح النهارده، ده بيحقق تنمية حقيقية فعلا على أرض سيناء. احنا النهارده في سيناء برضو يعني، واذا كان المجال يسمح، انا النهارده بجانب الاهتمام بالكليات العلميه والكليات النظريه، احنا النهارده برضو محتاجين ان شاء الله في العام القادم اذا كان للعمر في العمر بقيه ان تكون هناك كليات تابعه لجامعه الازهر. ان احنا النهارده يعني عايزين نحارب الفكر المتطرف والفكر الخارج على المجتمع واللي هو بيدعو للارهاب بوجود جامعه للازهر الشريف موجوده على ارض سيناء. جامعة الأزهر الشريف على أرض سيناء هتحقق عملية المواءمة ما بين الجانب المدني والجانب الديني اللي هو موجود، وبالتالي هننشئ مواطن سليم تمام، محب لوطنه ومحب لبلده، وبالتالي هتتحقق عملية التنمية. للتنمية زي ما أسلفت، تنمية حجرية لابد أن يكون معها تنمية بشرية، تنمية في مختلف القطاعات، تنمية سياحية، تنمية اقتصادية، تنمية علمية، تنمية صحية. المستشفيات اللي بيتم افتتاحها النهارده، واللي يعني كما تحدث وزير التعليم العالي على الكليات اللي هي بتنشأ حتى على مختلف مستوى الجمهورية اللي هي موجودة، والاهتمام النهارده بالشمال وجنوب سيناء. وان كانت لي انا وجهة نظر يعني في هذا الموضوع، احنا وبوجود النهارده امير منطقة تبوك بيحضر النهارده افتتاح جامعة الملك سلمان، احنا في الشمال وجنوب سيناء، يمكن جنوب سيناء يعني واخد حظها شوية من عملية الاهتمام العلمي والسياحي اللي هو موجود، شمال سيناء يعني بتحتاج برضو. عبد الرحيم عمير الأستاذ بجامعة العريش، وبينضم لنا على الهاتف أيضا الأستاذ محمد الشرقاوي، صحفي متخصص بجريدة روز اليوسف. أستاذ محمد، يعني هناك بالفعل عملية ربط ما بين حدثت بالواقع وشاهدناها اليوم في الافتتاحات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، هناك عملية ربط ما بين المشروعات التنموية المقامة في سيناء ومشروعات محور قناة السويس، وأن يكون التعليم ومخرجات هذا التعليم مرتبط بكافة موضوعات ومتطلبات التنمية المستدامة. يعني كيف ترى إسهام هذه الجامعات، جامعات سيناء على وجه التحديد، في عملية الربط وأيضا إعداد وتأهيل طلاب بجودة تعليمية لمتطلبات الثورة التكنولوجية والجيل الرابع؟ تحيات الجميع السادة المشاهدين. خليني أفتح الزوم شوية وأقول إيه اللي بيحصل في سيناء. سيناء من المحنة إلى المنحة. سيناء كانت في فترة وعقود كاملة كانت مهمشة، وأصبحت اليوم من التهميش إلى الاهتمام. وأعتقد أن احنا النهاردة ده العنوان العريض لافتتاحات اليوم، والمجهود الشاق خلال الست سنوات الماضية كان عبارة عن حركة تعمير وتطوير لم تشهدها أرض سيناء من قبل. تعمير بيضع سيناء في الحقيقة، سواء ما يتعلق بالأنفاق اللي موجودة، الربط الكهربائي، الطرق والكباري، جامعة الملك سلمان اليوم، متحف شرم الشيخ الجديد، المطارات اللي بتتعمل النهاردة زي مطار البردويل اللي موجود النهاردة، كل ده بيؤدي في النهاية إلى وضع سيناء على قدم المساواة مع باقي الأقاليم المصرية، بعدما عانت سيناء طوال فترة كبيرة من الزمن من قطاع رحمها عن الدلتا. ولا يجب أبدا أن ننسى توجهات القيادة السياسية نحو بناء حياة أفضل للمواطن القاطن في سيناء، خاصة محافظة شمال سيناء اللي فيها حتى اليوم تجرى العملية الشاملة 2018 ولتقويض الإرهاب اللي هو بيستهدف حياة المواطنين. ولا ننسى أيضا مجهودات أجهزة الحكم المحلي في توفير احتياجات الأساسية للمواطنين. هي في الحقيقة سيناء كان إيه مشكلتها؟ سيناء كانت من اللي ساكنين فيها من بين الأفكر في مصر، والسبب كان إيه؟ كان إن ما عندهمش، إن هم عايشين في حلقة مفرغة من عدم وجود كثافة سكانية كافية بتشجع على الاستثمار بسبب ضعف حجم السوق هناك. هو اللي كان بيخلي سكان سيناء ينزلوا للوادي والدلتا عشان يبحثوا عن فرص عمل.
وكلما زادت هذه الدائرة نعم أستاذ محمد، يعني البنية التحتية أيضا يعني لم تكن لها وجود على الإطلاق ربما في سيناء باستثناء يعني مدينة شرم الشيخ على وجه التحديد. طبعا هي مدينة شرم الشيخ إذا ما قيست بستين ألف كيلو متر مربع شمال وسط جنوب سيناء، يعني المقارنة هنا مكحفة، فأصبحت هناك بنية تحتية بالفعل بتنتشر على مستوى الشمال والوسط والجنوب. يعني كيف ترى إمكانية هذه الحركة التنموية في إحداث طفرة في جودة التعليم، في إحداث يعني ارتباط إذا ما صح التعبير ارتباط شبكي بين هذه الجزر التي كانت في القبل أو في السابق منعزلة الشمال والوسط والجنوب؟ يعني خلينا أقول لحضرتك هذه الحركة التنموية وأحدثت تغيرات جذرية في سيناء بإنفاق تقريبا تجاوز 600 مليار جنيه من 2014 حتى الآن. أوجه الصرف دي عشان المشاهد يبقى عارف احنا كنا بنصرف في سيناء بإيه. احنا صرفنا في عمل بنية تحتية لربط الوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق، حوالي 5 شبكات أنفاق كمناها بالطرق والكباري، أضفنا لهم محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه بتخدم الأغراض التنموية التي يطمح فيها الرئيس والحكومة، تمهيدا لاستقبال سكان جدد بعد ما كنا بنتكلم عن سكان منعزلين وفي حلقات مفرغة. بنشئ في هذه الفترة أيضا محطات للطاقة المتجددة، بنعمل كل الاستثمارات سواء في شرم الشيخ أو في راس سدر أو في الطور من أجل قوة دفع جديدة للأنشطة الاقتصادية اللي بيجري إنشائها في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية. عملنا مدارس ومستشفيات لتستوعب حجم الطلب على هذه المنطقة فيما بعد، حفاظا على صحة الطلاب وبناء أيضا لعقلية هؤلاء الطلاب. احنا النهاردة كمان بنتكلم على الافتتاحات المتعلقة بجامعة الملك سلمان. في الحقيقة عشان الناس تبقى عارفة أن كان هناك في مصر قبل مجيء الرئيس السيسي فجوة كبيرة جدا في الإتاحة، ومعنى الإتاحة في العمليات التعليمية يعني ما فيش أماكن بتستوعب الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. احنا النهاردة لدينا تقريبا 72 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية ودولية، واحنا في الحقيقة 100 مليون النهاردة، كل مليون محتاج جامعة، يعني تقريبا احنا محتاجين 100 جامعة، يعني عندنا عجز في 28 جامعة، كل جامعة من دي هتتكلف 8 مليار جنيه لإنشائها، ده إنشاءات بس بدون تشغيل. طب ده بقوله ليه؟ عشان أوضح للمشاهد حجم الجهد اللي بتبذله الدولة للحق بمنظومة التعليم العالي والتحديات، واللي منها النهاردة نموذج جامعة الملك سلمان اللي تم إنشائها بتخصصات متميزة جدا تناسب سوق العمل وتتفق مع المشروعات القومية للدولة المصرية. ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء بتوجد جامعة الملك سلمان اللي بتحظى أيضا بأولوية من الرئيس شخصيا. نعم أستاذ محمد شرقاوي صحفي متخصص بشؤون التعليم بجريدة روزال يوسف، بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخلة، وبالتأكيد يعني إلى جانب جامعة الملك سلمان هناك مشروعات تنموية كثيرة، محطات تحلية، التجمعات البدوية، التجمعات السكنية، الإسكان الاجتماعي، المشروعات الأخرى المتعلقة بقرى ومدن الصيادين وما إلى ذلك، هناك الكثير والكثير. بشكرك على هذه المداخلة.